أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا تقبل منا ختم القرآن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إن لنا إخوة مرضى، ولنا أخوات مريضات، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك لهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف جميع المرضى يا رب العالمين. اللهم كن لجميع المرضى يا رب العالمين. والله accorde la guérison à tous nos frères et sœurs malades, يا ارحم الراحمين. Accorde ta guérison à tous les malades sur cette terre, يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتانا يا رب العالمين. والله pardonne et
accorde ta miséricorde à nos défunts et à Arhamar Rahimin. Allahumma amin, amin, wa salli Allahumma wa sallim ala Sayyidina Muhammad.